أود التأكيد هنا على أن شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تكتسي بالنسبة لبلادنا أهمية قصوى في مقاربتنا التنموية المستدامة، فالأمم المتحدة من خلال وكالاتها المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية تلعب دورا حاسما في تقوية التعاون المتعدد الأطراف وتقديم الدعم التقني والمالي لتنفيذ استراتيجياتنا الإنمائية. وقد مكنت موارد وخبرات هذه الوكالة الأممية من تنفيذ العديد من البرامج التنموية لصالح بلادنا وفي مجالات عديدة، مكملة بذلك المجهود التنموي الوطني، فلتجد تلك الوكالات هنا عرفاننا وشكرنا الجزيل. سيداتي سادتي، ستتاح لنا الفرصة اليوم في هذا المنتدى متابعة فيلم قصير عن إنجازات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسيقوم المتحدثون بتقديم البرامج والمشاريع الرئيسية التي ينفذها، كما سيتم عرض مجموعة من الأفكار المبتكرة والتجارب الناجحة للتنمية.